سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي أيوب عليه السلام. الحلقة الثالثة. في المرة اللي فاتت يا جماعة قلنا إنه أيوب اتكلم بحسرة وألم ولعن حتى اليوم اللي اتولد فيه واتأسف على أن أصحابه بيشمتوا فيه في وقت الشدة. وبعد ما أيوب خلص كلامه صاحب أيوب بلدد اتكلم تاني وكان من ضمن كلامه يا أيوب انت لازم تعرف انه الشرير بتفاجر مصايب والاهوال من كل ناحيه وتخوفه في كل خطوه وياكل المرض جلده وتموت اطرافه ومن تحت تنشف عروقه ومن فوق تتكسر فروعه. ايوب رجع ورد وقال يا اصدقاء انتوا لغايه 200 حتعذبوني وتوجعوا قلبي بالكلام المهين ده؟ لغايه هسه هجتوا علي كم مره وهنتوني؟ عيب عليكم، عيب عليكم تعاتبوني كده وانا في الحاله دي. واذا كنت فعلا انا ضليت بالغلط يبقى انا المسؤول عن ضلالي ده براي. واذا كنتوا بتفتكروا انكم افهم مني وتاخدوا صختي ده حجه علي، لازم تعرفي ان الله هو اللي شرك لي وساقني للعذاب ده. انا بشتكي من الظلم واطلب العون لكن ما في استجابه ولا انصاف ولا اكتر من كده. الله الله سد علي الطريق عشان ما أمشي لي قدام وغطى طريقي بالظلام سلبني كرامتي بين الأنام. الله 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 سد علي الطريق عشان ما امشي لي قدام وغطى سلبني كرامتي بين الأنام سلبني كرامتي بين الأنام. الله من راسي تاج العز والوئام هدمني من كل جهة ومزغ أحشائي وقطع مثل الشجر رجائي حسبني عدوه اللدود واشعل علي غضب بلا حدود
زحفت جيوش لمهاجمتي وحاصروا ثكنتي وتعمغت مأساتي. إخواني بعدوا مني أقربائي تركوني وأصحابي نسوني وعارف هجروني. عمالي وخدماتي بقيت جاهلوني بقيت في نظرهم زي الغريب. وإذا ناديت واحد من عبيدي لا يسمع ولا يجيب. حتى وين ترجيت بنفسي لا يهتم أبدا وكأنه لا يسمع حسي. أصبح يزداد ألمي وزوجتي تكره ريحة فمي. إخواني وأخواتي كرهوني حتى الصغار يستصغروني. ولما يشوفوني يستهزوا بيا كل أصدقائي اللي كانوا بيخدموا معايا كرهوني. واللي كنت بحبهم جافوني. كملت من لحم الدنيا فلت من الموت بشعرة حنوا علي يا أصحابي. لأنه يد الله بقوة ضربتني وإنتوا كمان ما بتنصفوني. لغاية 200 حتلوكوا سيرتي وتاكلوا لحمي. يا ريت كلامي يتسجل ويتكتب في كتاب ويتنقش في صخرة للأبد. أنا عارف إنه اللي حيفديني حي وموجود في وقته حيجي وعند الله بشفاعته ينجيني. وحتى بعد فنا جسمي بعد قيامي حناجي الله. نعم أناجيه ويسمعني قلبي في شوق جارف لمناجاة الله. يا الله يا الله يا الله. أها، وبعد ما سيدنا أيوب ختم كلامه صديقه صوفر رد عليه وكان من ضمن ما قاله: بالتأكيد إنه الله من البداية مما خلق سيدنا آدم ووجده على الأرض جعل هنا الشرير موغد وجعل سعادة الفاجر ما بتدوم. ده المصير اللي غرروا للأشرار والميراث اللي كتبوا لهم. وبعد كده أيوب خاطب أصحابه وكان جزء من كلامه لهم: يا جماعة يا جماعة أرجوكم اسمعوني وانتبهوا لكلامي، ده زي المتعاطفين معي شوية وتحملوني لما أتكلم وبعد ذاك أضحكوا علي زي ما عايزين. أنا ما بشتكي من إنسان يا جماعة، شوفوا حالتي دي، بالتأكيد حتلقوا إنه عندي الحق في أني أكون متضايق. حالتي دي هي زول يشوفه حينصدم ويتحير. وكمان في أمر غريب لما أفكر فيه وبتحير وأخاف وارجف. ليه الأشرار بيحيوا ثروتهم بتزيد وعمرهم بطول ويشوفوا أولادهم مستغرين حوالينهم
ويشوفوا نسلهم زايد وبيوتهم تكون آمنة من الخوف ويضل ما بتضربهم، ويشوفوا بقرهم تتكاثر وتزيد وأطفالهم ينططوا ويلعبوا فرحانين ويغنوا ويعزفوا الألحان ويبدوا حياتهم متهنين لغاية ما يشيلوا من الموت بهدوء، مع إنهم بيقولوا لله نحن ما بنعرفك وما عايزين نتبع طريقك، ويقولوا الغدير ده هم ذاته عشان نعبده وحنستفيد شنو زاد عيناه، وبيفتكروا بغباء وجحود إنه ممكن يحققوا سعادتهم ونعيمهم بإرادتهم. أسئلتي واعتراضاتي بالتأكيد غريبة، لكن مع كده أنا برفض اتباع الأشرار. أها، وبعد ما سيدنا أيوب انتهى من كلامه صاحبه اليافاز رد عليه للمرة الثالثة وبشكل مطول، وكان من أهم ما قاله: تفتكر إنه بسبب التقوى بتاعتك يا أيوب إنه الله حيوبخك ويحاكمك؟ لا طبعا، لكن بيحاكمك لأن شرك عظيم وذنوبك كثيرة جدا. مثلا يمكن أصحابك استلفوا منك بعض المال، وفي المقابل أنت سلبتهم ملابسهم وخليتهم عريانين بدون وجه حق، ويمكن كمان ما رحمت أي عطشان بموية ولا رحمت الجعانين بلقمة، وربما إنك ما تعطفت على الأرامل ولا حنيت على اليتامى مع إنك كنت غني جدا وصاحب أملاك وليك مكانة عالية وكنت من ملاك الأراضي، عشان كده الشرق منصوب حولك من كل جهة والخطر المفاجئ بيرعبك والظلام بيحيط بيك ويخليك متخبط وما بتميز وغرقان في المآسي. يا أيوب، الله عظيم جدا وهو أعلى من النجوم البعيدة ومن كل شيء، عشان كده أنت بتتخيل إنه ما ممكن يشوفك بتعمل في جنو، لأنك بتفتكر إنه ما شايفك من بعيد من وراء الغيوم والضباب طالما إنه هناك في علاه. يا أيوب، سلم أمرك لله وحسن علاقتك معه، تنال الخير كله، أسمع أحكامه واحفظه في قلبك، واعرف إذا رجعت ليه متواضع وأبعدت الشر عن نفسك وكل من في دارك ورميت الذهب وكل النفائس بتاعتك، الله الغدير حيكون هو جوهر حياتك وما في أحلى من كده أبدا. ولما تصلي ليه بثقة وإخلاص وتدعوه هو حيستجيب ليك، وإذا وفيت نذورك لما تعزم على أمر حيتم ليك وحينور طريقك. أعلم يا أيوب إنه الله بيذل المتكبرين ويحب وينصر المتواضعين، وبطهارة قلبك حينجي حتى المذنبين إذا شفعت ليهم. أها، وبعد نهاية كلام اليافاز أيوب رد تاني ومن ما قالوا: أنا لغاية هسه بشتكي مرة الشكوى، ومع إني ببكي وبنوح وبتألم لكن يضل القوية برضو ضاغط علي بقوة، الله الجبار، يا ريتني كنت أقدر أصليه عشان أعرض عليه قضيتي بعد ما أتسلح بالحجة واسمع اللي حيقولوا لي وافهموا. هل الله حيعارضني بقوة؟ طبعا لا، بالعكس، لأني صالح بالتأكيد هو حيسمع شكوتي وينصفني ويزيل الظلم عني للأبد، بس ما عارف ألقاه كيف، لكن هو عارف إنه أنا فياته طريق، وحتى إذا ابتلاني أكتر من كده حاطلع صافي زي الذهب وسير في طريقه ولا أنحرف عنه. أنا ما ضليت ولا عصيت أوامره، وكمان حفظت في قلبي أحكامه بغناعة تامة. أما هو فوالله وحده ما في إنسان يقدر يعارضه، يفعل ما يشاء وينفذ حكمه علي، هو قادر على كل شيء، عشان كده أنا بكون خايف ومرعوب منه، لأني لما أفكر فيما فعله بي وبقدرته أخاف منه شديد. الله هو اللي أضعف قلبي وروعني، نعم هو الغدير، عشان كده أنا خايف منه. وبعد كلام أيوب ده صاحبه بلد رد عليه باختصار وقال: بالتأكيد الله هو صاحب السلطان والهيبة وهو في علاه وصانع السلام،
ونوره بيشرق على كل الناس، وما في إنسان بيقدر يحصد جيوشه، لأن الله عادل جدا، مستحيل إنه الإنسان يكون صالح في نظره، وكمان مستحيل يرضيه مهما كان. أهو أيوب بعد كلام بلدد كان زعلان ومستاء جدا، ورجع تاني وقال كلام كتير، وكان من ضمنه: أنا أقسم بالله الغدير اللي حرمني من حقي وضوقني المر، طول ما أنا حي ونفسي طالع ونازل ما أتكلم بالسوء ولا أغش أبدا، ولغاية ما أموت ما أعترف أبدا إنكم عليه حق، وما حأنكر إني بريء، وكمان حأصر على إني صالح وما حأتراجع عن كده أبدا، وضميري ما حيأنبني على أي شيء. يا حليل أيامي، يا حليل أيامي قبل المحنة، يا ريتني كنت لسه في الوقت داك اللي كان الله حافظني فيه، لما كان نوره بيضوي لي الطريق المظلم، ولما كانت حياتي مثمرة وكان الله راضي علي ومبارك بيتي، لما كان الغدير معاي وأولادي حولي وشملي ملموم، وكانت أبقاربي تدر الكثير من اللبن، والزيتون اللي كنت أزارعه كان بينتج الكثير من الزيت. أنا عندي حنين للأيام ديك اللي كنت بطلع فيها وامشي لساحة الشؤون العامة القريبة من بوابة المدينة، لما كانوا الشباب يشوفوني يوسعوا لي الطريق، والكبار كانوا يقيفوا لي احترام، وعيان المدينة كانوا يسكتوا تقديرا لي. هيا يا جماعة، دي كانت نهاية الجزء الثالث. يلا طيب، خلونا نكيش الليلة ونواصل بإذن الله في المرة الجاية. شكرا يا خصصية تسمية. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.